السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنبدأ مع بعض النهاردة في شرح مادة بحوث العمليات لجامعة الملك عبد العزيز. خليكم معانا عشان هنبدأ على طول في الفصل الأول. طبعا دي مقدمة في بحوث العمليات. طبعا بنقول إن بحوث العمليات لها أساس تاريخي، لأن بدأ استخدامها منذ الحرب العالمية الثانية، تمام؟ لما كان الجنود الأمريكان والإنجليز بيستخدموا الأساليب الكمية في حل المشكلات العسكرية، يبقى أول ما تم استخدام بحوث العمليات في المجالات العسكرية في أمريكا وإنجلترا. وبعد كده انتشرت بحوث العمليات وأصبحت أحد أهم الأساليب التحليلية العلمية للنظم الإدارية. يعني إحنا هنا بنخصص العلم أو بنسخر العلم لمواجهة المشاكل التي تواجه المجالات الإدارية المختلفة، مجالات إدارية، مجالات تسويقية، مجالات إنتاجية. في كل المجالات دلوقتي أي مشاكل من المشكلات التي تعترض الإدارة في هذه المجالات يمكن استخدام بحوث العمليات لحل هذه المشكلات. يعني إذن ما بقتش بس مجرد دراسة احنا بندرسها كده في الجامعات وخلاص ملهاش اي لازمه، لا، دي لها ضروره كبيره جدا في حل المشكلات التي تواجه الاداره العليا في كل المجالات زي ما احنا قلنا، تمام. وعشان كده التطبيقات الرياضيه دي تسموها اوبريشن ريسيرش، اللي هي بحوث العمليات، ودي اللي احنا بندرسها النهارده ان شاء الله في بناخد منها الفصل الاولاني، تمام. وهنا بيقول لك كده مقدمة بسيطة ان بعد نجاح استخدام هذه الاساليب الرياضية في حل المشكلات في المجالات العسكرية انتشر هذا الاسلوب وشجع العلماء ان هم يكملوا ابحاثهم في تطوير هذه الاساليب العلمية عشان نقدر نستخدمها في اتخاذ القرار المناسب زي ما قلت لكم في المجالات المدنية المختلفة، إدارية وتسويقية وإنتاجية وغيرها من المجالات، ويحل المشاكل المتنوعة في مجال الصناعة والإدارة حتى أصبح هناك علم يسمى بهذا العلم، وهو علم علم الإدارة، تمام. طيب احنا بنقول أساليب كمية لأن فيها أرقام وفيها أعداد، ويطلق على هذه المادة تقنية القرار أو دعم القرار أو تحليل النظم أو الهندسة المالية أو هندسة التسويق، لكن أكثرها انتشارا هو طبعا علم الإدارة وبحوث العمليات. يبقى دي الاسم الأكثر انتشارا اللي هو بحوث العمليات، تمام؟ طيب احنا قلنا إن بنستخدم النماذج في بحوث العمليات وخصوصا النموذج الرياضي. بنستخدم النموذج الرياضي. احنا بنقول ان الدخل الصافي لأي شركة هو عبارة عن عبارة عن ايرادات ناقص مصروفات او تكاليف، تمام. يعني بتشوف ايراداتك مثلا في المصنع قد بتشوفك مصروفاتك بتطرح دي من دي هيدي لك الدخل الصافي للمصنع او للشركة. طيب الايرادات ديت فيها انواع، ايرادات تشغيلية يعني ناتجة من التشغيل، وفي ايرادات عرضية بتجيلك بشكل طارئ او عرضي يعني مش متكرر، وفي ايرادات استثماريه ناتجه من الاستثمار. طب هناخد مثلا مثال ايرادات، انت مثلا مصنع بينتج صناديق مثلا خشبيه، تمام. المصنع ده بينتج صناديق خشبيه، يبقى الايرادات اللي بتيجي من بيع هذه الصناديق بتسميها ايرادات تشغيليه لانها ناتجه من من النشاط، ناتجة من تشغيل النشاط. طيب لو المصنع ده كان عنده حتة أرض وباعها وكسب فيها، الإيرادات دي بنسميها إيرادات عرضية لأنها غير ناتجة من النشاط وجت بشكل عرضي غير متكرر، يعني مش هتتكرر معانا كل فترة، ده هي مرة واحدة كده كان عندنا أرض وبعناها وخلاص والموضوع انتهى، يبقى اسمها إيرادات عرضية. وفي إيرادات استثمارية لما تكون عندنا مثلا مبالغ موجودة في أحد البنوك وبنستثمرها بشكل معين ونتج عن هذا الاستثمار ايرادات، فبنقول ان دي ايرادات ناتجه من الاستثمار. طيب بالنسبه للتكاليف
عندنا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. طيب ايه الفرق ما بين التكاليف الثابتة والمتغيرة؟ التكاليف الثابتة زي ما احنا بيبقى عندنا مصنع، تمام، والمصنع بندفع عليه ايجار ومبنى الجهاز الاداري اللي في الموظفين الاساسيين اللي عندي، سواء اشتغلت المصنع اشتغل او ما اشتغلش انا ايه بدفع هذه المصروفات من ايجار ومرتبات اساسيه. طب المتغيره لما اشغل خط الانتاج وشغل العمال، تمام، الموجودين عندي، فعلى حسب حجم الانتاج بدفع فلوس. يعني انا عايز مثلا 1000 وحده من هذا المنتج، فهشغل العمال يومين، يبقى ايه المصاريف اللي هدفعها في خلال اليومين تعتبر مصاريف ايه متغيره، لانها ايه ما هي ثابته. لكن الثابته اللي معايا الحاجات الاساسيه زي الايجارات الاساسيه بتاعت الجهاز الاداري اللي بيبقى فيه الموظفين، تمام، والكهرباء اللي بدفعها لهم، الكلام ده كله. لكن شغلت بقى خط الانتاج، دفعت كهرباء زياده، دفعت اجور عمال يوميه زياده، الكلام ده كله بيبقى اسمها ايه مصاريف متغيره. طيب اهم هذه الاساليب اللي هي قلنا ايه اللي هي الاساليب الكميه دي، تمام، اهم هذه الاساليب هو اسلوب معروف بالسمبلكس او سمبلكس ميثود. يبقى اكتشف هذه الطريقه عالم اسمه جورج داند زينج سنه 1947، واستخدم هذه او استخدم هذا الاسلوب لحل المشاكل الخطيه، تمام. تزامن مع هذه التطورات المنهجيه ظهور الحاسب الالي وتطوره، زي ما احنا شايفين ان وجود الحاسب الالي في حياتنا اصبح ضروره، وفي نفس الوقت وفر علينا مجهودات كبيره جدا في حل المشكلات، ودعم ذلك تطور الحاسبات الشخصيه بحيث اصبح بالامكان حل الكثير من المشاكل الكبيره الحجم، تمام. فبالتالي تعرضت ماده بحوث العمليات للاساليب الكميه التي تستخدم في ايه في اتخاذ القرار. طيب نيجي لعملية صنع القرار وعلم الإدارة. عملية صنع القرار بيبقى ليها خطوات. إيه هي الخطوات دي؟ أول خطوة هي بناء المشكلة. يعني إيه بناء المشكلة؟ يعني أحدد المشكلة، وبعد كده أعمل عملية تحليل لهذه المشكلة. طيب بناء المشكلة إزاي أو تحديد المشكلة إزاي؟ عن طريق ثلاث خطوات فرعية. أول حاجة بعرف المشكلة وأوصفها. إيه هي المشكلة اللي أنت بتواجهها؟ في شكل نقاط كده محددة وواضحة، 1 2 3 دي المشكلة بتاعتنا، يبقى كده ايه عرفتها ووصفتها. بعد ما عرفت المشكلة نبتدي نحدد البدائل. ايه هي البدائل الممكن استخدامها في حل هذه المشكلة؟ والله عندي بديل 1 و2 و3 و4، مفيش اي مشاكل، ابتدي ايه احددهم. رقم 3، هختار اداة اقيس بيها المقارنة ما بين البدائل. يعني اختار أداة تكون واضحة في قياس نتائج تنفيذ هذه البدائل. أنا عندي مثلا 3 بدائل، البديل الأول ممكن أنفذه وحل المشكلة، والبديل الثاني ممكن أنفذه وحل المشكلة، والبديل الثالث ممكن أنفذه وحل المشكلة، بس إيه هو المعيار اللي أنا هستخدمه في الاختيار ما بين 3 بدائل اللي هما هيحلوا لي المشكلة؟ مثلا البديل الأولاني بياخد وقت طويل، البديل الثاني بمكلف، البديل الثالث ما بين ده وما بين ده، ممكن اختار البديل الثالث. يبقى ممكن احدد مثلا المعيار او القياس هنا ايه هو الوقت والتكلفه الماديه. طيب الثلاث مراحل دول تحت مظله ايه بناء المشكله او تحديد المشكله. نيجي للخطوه الثانيه وهي تحليل المشكله. احل المشكله عن طريق مرحلتين مهمين جدا. المرحله الاولانيه تقييم البدائل، خلاص انا بحاول اعمل هنا اقيم البدائل اللي انا اخترتهم في التنفيذ، وانهي بديل بالنسبه لي هيبقى الافضل، وعشان اوصل للمرحله اللي بعد كده ان انا اختار بقى البديل المناسب. يبقى انا عملت 3 بدائل وحطيت معيار قياس، وبعد كده ابتدي اقيم البدائل واشرحهم، وفي الاخر خالص بعمل اختيار البديل المناسب. لو انا جيت بغض النظر عن المرحلتين بناء المشكلة وتحليل المشكلة وأشوف هما كام خطوة، هلاقيهم 5 خطوات. هيبقى 1 تعريف المشكلة، 2 تحديد البدائل، 3 اختيار أداة القياس المقارنة ما بين البدائل، و4 تقييم البدائل، و5 اختيار البديل المناسب. مع ملاحظة
أن مرحلة تقييم البدائل بيبقى لها شقين، شق اسمه تحليل كمي يعني تحليل بالأرقام وبالأعداد، وشق اسمه تحليل نوعي يعني كلام بيتكتب بحيث إن هو يوفر لي القدرة على الاختيار والقدرة على التقييم من غير إيه أرقام شوية. يبقى واحد فيه أرقام وواحد مفهوش أرقام، اللي فيه أرقام بنسميه تحليل كمي واللي مفهوش أرقام بنسميه تحليل نوعي، وهي ديت خطوات عملية صنع القرار. طيب التحليل النوعي بيهتم بالمهارات اللازمة التي تشكل جزء من تركيب شخصية الفرد، تمام؟ يبقى التحليل النوعي مهارات لازمة بتشكل جزء من تركيب شخصية الفرد، أما التحليل الكمي فهو المهارات اللازمة وهي مكتسبة عن طريق التعلم ودراسة النظريات، وبتعتمد على إيه؟ الأعداد أو الأرقام، وده الفرق ما بين النوعين. طيب خطوات التحليل الكمي زي ما احنا قلنا تقريبا بنفس الخطوات، تحديد المشكلة بدقة ووضوح، تكوين النموذج الرياضي، جمع البيانات، حل النموذج، كتابة التقرير. يبقى ما هي خطوات التحليل الكمي؟ 5 خطوات: تحديد المشكلة بدقة، تكوين النموذج الرياضي، جمع البيانات، حل النموذج، كتابة التقارير. طيب أسباب الحاجة إلى أساليب بحوث العمليات، إيه اللي خلانا نتجه وندور ونشوف أسلوب عشان نستخدم فيه بحوث العمليات؟ طبعا أكيد في مشاكل، قد لا يكون هناك حاجة دائمة لها إذا كان العمل صغير نسبيا، أنت بتشتغل مثلا في نطاق ضيق، يا دوبك أنت في المكان بتاعك أو النشاط بتاعك عندك 3 4 عمال، أنت مش محتاج للكلام ده. لكن طبعا كل مكان المكان كبير، كل مكان في عمال أكتر، كل مكان في تعاملات أكتر، كل ما كانت هناك حاجة أكتر لاستخدام أسلوب بحوث العمليات. وهنا جايب لك الأسباب 7 اللي لابد أن تستخدم فيها بحوث العمليات لحل المشكلات التي تواجهك. قد تكون المشكلة معقدة جدا، قد تكون المشكلة جديدة ولا توجد خبرة مسبقة لحلها، قد تكون المشكلة كثيرة التكرار، مشكلة بتتكرر عندك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، قد تكون المشكلة تتطلب تبرير كمي، ليه أنا اخترت البديل ده؟ عشان البديل ده مثلا بيوفر لي ربح، عشان بيوفر لي تكلفة، هنا لتقليل المخاطر، بدل ما واجه مخاطر كبيرة بواجه مخاطر أقل، لتحقيق ميزة تنافسية بتعزز مركزي التنافسي في السوق، وبالتالي القدرة على التنافس مع الآخرين والقدرة على البيع. عدم الاستفادة من البيانات، يبقى عندي مشاكل مشكلات كتيرة ممكن تواجهني تضطرني إلى أنني أستخدم أسلوب بحوث العمليات. طيب إيه هو الهدف من استخدام بحوث العمليات؟ زي ما احنا قلنا تخفيض نسبة المخاطرة في اتخاذ القرار إلى أدنى حد ممكن مع تحسين نوعية القرار. يبقى أنا هستخدم أسلوب بحوث العمليات ليه؟ عشان أخفض المخاطرة اللي أنا بواجهها، وعشان أحسن نوعية القرار. وهنا عشان نبقى نتكلم بشكل عملي هناخد مثال في استخدام التحليل الكمي في حل المشكلات الإدارية. شركة ترغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج حقائب جلدية، يعني شركة بتنتج شنط جلد، والشركة طبعا هدفها هو تحقيق أقصى ربح ممكن. طيب هنا بيقول لك معدل ربح الحقيبة الواحدة 12 ريال، يعني الشنطة الواحدة بتكسبني 12 ريال. يلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة 4 ساعات عمل، يبقى عشان أنتج شنطة واحدة محتاج شوف 4 ساعات. يتوفر لدى الشركة 40 ساعة عمل فقط في الأسبوع، يبقى خلال الأسبوع بتوفر لي 40 ساعة عمل فقط، مش هقدر أشتغل أكتر من كده. طبعا ده بالنسبة لي يعتبر إيه؟ قيد، وإن أنا أحقق 12 ريال ده يعتبر هدف،
ان انا احقق 12 ريال من الشنطة الواحدة، ده يعتبر هدف. فما هو عدد الحقائب الواجب انتاجها في الاسبوع من اجل تحقيق هدف الشركة، وهو ايه؟ اقصى ربح ممكن. هنا عندي حاجتين، ان انا لازم اعمل حاجة اسمها تعريف للمتغيرات. تعريف للمتغيرات، المتغيرات اللي عندي دال وسين. دال وهو دالة الهدف، ايه هو هدفي؟ هو تحقيق اقصى ربح ممكن. سين عدد الوحدات الممكن انتاجها من الحقائب، تمام. يبقى سين دي خاصة بأي عدد الشنط اللي المفروض انا انتجها. طيب نعمل صياغة للمشكلة بشكل رياضي. فهنعمل الصياغة دي على مرحلتين. اول مرحلة اسمها تمثيل الهدف، احدد الهدف بتاعي، وهو في المثال بتاعنا هو تحقيق اقصى ربح ممكن. بعد كده القيود المفروضة على الانتاج، اللي انا متحدد ب 40 ساعة عمل فقط، تمام. انا بربح 12 ريال من انتاج الشنطة الواحدة. طب انا ممكن انتج عدد لا نهائي من الشنط؟ لا، انا عندي اللي بيأيدني في الشغل ان انا محتاج ان انا عندي بس 40 ساعة عمل. هنا مدخلات غير متحكم فيها، حاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها. ان انت بتكسب 12 ريال كربح من الوحدة وفقا لظروف السوق، تمام، واربع ساعات عمل الشنطة الواحدة. الشنطة بتاخد شغل اربع ساعات، هتعمل ايه؟ ده حاجة خارج عن ارادتك. وانت عندك 40 ساعة عمل طاقة متوفرة، ده الموجود عندك ما تقدرش تبقى تشغل الناس اكتر من كده، لان مثلا ما فيش عمالة موجودة او خط الانتاج يدوبك على قد هذا القدر. فانت عندك برضو مدخلات بتتحكم فيها، ان انت ممكن تنتج عدد شنط زي ما انت عايز، تزود تنقص على حسب ما انت عايز. طيب يبقى النموذج الرياضي بتقول لك ان د بيساوي 12 س. طيب 12 دي ايه؟ ده معدل الربحية، وس عدد الشنط اللي ممكن انتاجها، بشرط ان الاربع ساعات اقل من او يساوي الاربعين. الاربعة اللي هو ايه؟ الاربع ساعات اللي بتاخدها انتاج الشنطة الواحدة، والس عدد الشنط. يبقى ما نضرب عدد الشنط اللي عايز انتجها في اربع ساعات للشنطة الواحدة، ده كله لازم يكون اقل من او يساوي 40. يبقى انا ما اقدرش اتجاوز الاربعين، انا ممكن اوصل ل 39، ممكن اوصل كمان لل40، لكن ما اقدرش اتجاوز ال40، لان هو ده الامكانيه الموجوده عندي، مع ملاحظه ان السين اكبر من او يساوي الصفر. طب ايه لازمتها؟ يعني انا مش معقول اطلع في الاخر خالص بعد كل ده وكل الكلام ده والحسبه دي وتيجي تقول لي عدد الشنط التي تم انتاجها صفر. ازاي؟ طبعا ما ينفعش، المصنع هيشتغل ايه؟ مش هيشتغل حاجه خالص. فطبعا لازم يكون اكبر من او يساوي الصفر، تمام؟ لازم يكون ايه؟ اكبر من او يساوي صفر. وهذا الشرط بنسميه في علم الاحصاء وعلم بحوث العمليات شرط عدم السلبيه، لان ما ينفعش يطلع رقم سالب. وبعدين هيجي ايه؟ التقرير. وبنقول فيه الربح المتوقع والتاكد من امكانيه ذلك تحت القيود المفروض. طيب مثال اتنين، بنفترض ان الشركة بتاعتنا دي اللي بتاعت الشنط بتفكر في اضافة نوع تاني من الحقائب، شنط صغيرة مثلا، فبتبقى ربح الواحدة 5 ريال. طبعا التانية كان ربحها كام؟ 12 ريال، وكانت بتستغرق كام ساعة شغل؟ 4 ساعات. لكن الشنطة الصغيرة دي هتستغرق ايه؟ هتحتاج ساعتين بس. فهو انا بيقول لك طلب منك 4 طلبات. قال لك كون النموذج الرياضي للمشكلة المتضمنة انتاج النوعين من الشنط، وحدد المدخلات المتحكم فيها وغير المتحكم فيها، وما هو الحل الامثل، وضح النموذج بالرسم مبينا المدخلات والمخرجات. يبقى اول حاجة نعملها ان انا هكون النموذج الرياضي. طيب المدخلات الغير متحكم فيها، ان الحقيبة العادية او الشنطة العادية بربح منها 12 ريال، الشنطة الصغيرة بتربحني 5 ريال، الشنطة العادية بتحتاج 4 ساعات عمل، الشنطة الصغيرة بتحتاج ساعتين عمل، حجم الإنتاج اللي عندي
المتوفر أو الإمكانية المتوفرة إن أنا أشتغل 40 ساعة فقط في الأسبوع مش أكتر. طب دي إيه المدخلات الغير متحكم فيها؟ أنا ما أقدرش أتحكم فيها كمصنع. طب اللي أنا ما أتحكم فيها إن أنا أنتج شنط عادية أو شنط صغيرة زي ما أنا عايز. فأنا إديت حرف السين يرمز لعدد الحقائب العادية، وحرف الصاد يرمز للحقائب الصغيرة. طيب لما اجي اعمل نموذج رياضي هقول ان دال اللي هو ايه؟ دال اللي هو دالة الهدف، والسهم اللي فوق معناه ان انا عايز ايه؟ اعظم هذا الهدف، وهو بيساوي 12 سين اي ربح الشنطة الواحدة العادية في عدد الشنط اللي انا منتجها من الشنط العادية، زائد ربح الشنطة الصغيرة في عدد الشنط الصغيرة اللي انا منتجها. يبقى هو ده دالة الهدف بتاعي، بشرط ايه بقى؟ القيود الموجودة عندي بقى، اقول بشرط واقول القيود الموجودة عندي. ان 4 سين 4 دي عدد ساعات اللي بيحتاج انتاجها للشنطة العادية في عدد ايه؟ الشنط العادية، زائد ساعتين وهو الوقت المستغرق لانتاج شنطة صغيرة في عدد الشنط الصغيرة. لازم كل ده يبقى أقل من أو يساوي كام؟ إلا 40، يبقى أقل من الإمكانية الموجودة عندي، مع ملاحظة إن السين أكبر من أو يساوي صفر، والصاد أكبر من أو يساوي صفر، واللي إحنا بنقول عليه شرط عدم السلبية. والتقرير هنقول الربح المتوقع والتأكد من إمكانية ذلك تحت القيود المفروضة. يبقى أنا كده في أي مثال بيجي لي بحد المدخلات الغير متحكم فيها والمدخلات المتحكم فيها والنموذج الرياضي والتقرير. طيب أساليب بحوث العمليات عندنا أكتر من أسلوب. عندنا أسلوب اسمه المحاكاة، أسلوب التحليل الشبكي، أسلوب التحليل الهرمي السيمبليكس، نظرية صفوف الانتظار، البرمجة الخطية، البرمجة العددية، النقل والتوزيع للمصانع والمستودعات، تحليل القرارات وشجرة القرارات، جدولة المشاريع وتحليل الشبكات، نموذج سلاسل ماركوف والمباريات. وطبعا هناخد كل أسلوب ونشرحه. كيفية دعم وتشجيع استخدام بحوث العمليات. طبعا هو هنا بيقول إن احنا لازم ندرب الطلبة على استخدام بحوث العمليات، ندرب المديرين ازاي يستخدموا هذا الاسلوب، يبقى عندنا خبراء في هذا الموضوع. طيب نيجي نبص للديسيجن اناليسز او تحليل القرارات. تستخدم اساليب تحليل القرارات لتحديد السياسات المثلى عندما يكون امام متخذ القرار عده خيارات وردود فعل غير مؤكده من البيئه الخارجيه. يبقى بستخدم اسلوب تحليل القرارات عشان احدد السياسات الامثل اللي لابد ان انا ايه ان انا اطبقها عندي في المصنع او الشركه، لما يكون انا كمتخذ قرار قدامي ايه عده اختيارات، هختار اي واحد؟ طيب اي اسلوب هتخذه او هتبعه لاتخاذ القرار المناسب؟ لازم يبقى اسلوب اسمه اسلوب تحليل القرارات. طيب ايه هي خطواته؟ خطوات تحليل القرارات دي ايه؟ ثلاث خطوات: تحديد البدائل والتي يتوجب على متخذ القرار ان يتخذها. انا عندي ثلاث بدائل، ثلاث اختيارات، يبقى لازم يبقى في بدائل واحددهم. بعد كده احدد الحالات الطبيعيه، حاله البدائل الموجوده عندي، وبعد كده اشوف العائد يعني الربح المتوقع لما انفذ احد البدائل وحدوث احد حالات الطبيعه. تمام، يبقى عندي البدائل وادرسها واقيمها واشوف العائد بتاعها، وطبعا باخد في اعتباري ايه؟ التكلفه. خصائص هذا الاسلوب: لا تكون تحت تحكم متخذ القرار، ما يبقاش هو المتحكم فيها، تبقى طبيعه البدائل نفسها وكونها تكون هذا البديل افضل من هذا البديل لانه مثلا بيكسب الشركه اكتر، او البديل ده بيكلف الشركه اقل،
فبالتالي مش هيبقى متخذ القرار يقدر يعني يفرض رأيه وخلاص، لا، ده نتيجة أسباب موضوعية قدامنا كلنا واضحة بتشمل قائمة كل الأحداث الممكنة أن تحدث، لأن باخد كل البدائل في الاعتبار وكل الاحتمالات، لا يوجد تداخل بينها لأن أنا بوضح كل بديل بشكل مميز، أي أن حدوث حالة واحدة يلغي احتمالات حدوث جميع الحالات الأخرى. بدل ما اخترت بديل يبقى هيلغي احتمالات البدائل الأخرى على طول. طيب مثال، قال لك تقدم مؤسسة جدة للمعلومات خدمات الحاسب في أنظمة المعلومات وترغب في استئجار نظام حاسب، وقد اختارت شركة لتزويدها بالنظام المرغوب، ولكنها تواجه مشكلة تحديد حجم النظام الذي سيكون اقتصاديا بالنسبة لاحتياجاتها، علما بأن الشركة تقدم سلاسل أحكام مختلفة، حجم كبير ومتوسط وصغير، وحالات الطبيعة هي طلب كبير وطلب منخفض. يبقى أنا عندي مؤسسة جدة للمعلومات اللي خدمات الحاسب، خلاص، عايزة تستأجر نظام للحاسب الآلي، واختار الشركة عشان تزودها بهذا النظام سيستم، يعني سيستم طبوع عنده، وتشوف السيستم ده هيكون مناسب لها ولا لأ. بس خلي بالك ان عندي ثلاث احجام مختلفة للشركة، حجم كبير او متوسط او صغير، والطلب الخاص بالشركة يعني الطلب على المنتجات بتاعتي طلب كبير وطلب ايه منخفض. فبعمل الجدول التالي اللي بيمثل العائد البدائل المتاحة لمؤسس الجدول. باجي هنا بعمل عمودين، عمود خاص بالبدائل وبكتب حجم كبير ومتوسط وصغير، ونديها رمز قف واحد مثلا، قف اتنين، قف تلاتة، رموز كده بديها من عندي. العمود التاني بقول حالات الطبيعة وبقسمها لحالتين زي ما هو قال لي بالظبط في الايه في المثال. قال لك في طلب مرتفع مثلا بنديله 60% وطلب منخفض بديله 40%، هنا بديله رمز طه واحد وهنا مثلا طه اتنين. طبعا دي يعني هو بيديك بس مثال يفهمك الدنيا ماشية عاملة ازاي، لكن ما انت ما تجيش تقول لي هو ال 100,000 ده جابها منين؟ تمام؟ هنا حجم كبير مثلا طلب مرتفع 100,000، حجم متوسط 70,000، هنا 60,000 ده على سبيل المثال، هنا طلب منخفض ماينس 10، هنا 15,000، هنا 40,000، هنا بيوري لك ازاي بتحدد انت البدائل والحالات بتاعت الطلب في المثال. طيب بتروح من الجدول ده بتعمل حاجه اسمها ايه؟ حركه البدء او حركه قرار. يعني بتروح عامل المربع ده، اول حاجة هعملها هروح راسم مربع كده وهسميه حلقة البدء او حلقة قرار. تمام؟ طيب لو انا بصيت عندي في المثال بتاعنا هنلاقي ان انا عندي كام بديل، هلاقي عندي ثلاث بدائل، حجم كبير وحجم متوسط وحجم صغير، و اديت رمز لكل واحد منهم، قف واحد اللي هو حجم كبير وقف اتنين متوسط وحجم قف ثلاثة صغير. فهبتدي ارسم الكلام ده على الرسم واروح مطلع من هنا من هذا المربع اللي هو حركة القرار ثلاث اسهم، ادي واحد وادي اتنين وادي ثلاثة. تمام؟ وهكتب هنا، هنا قاف واحد وهنا قاف اتنين وهنا قاف تلاتة، صح كده؟ طيب قاف واحد بكام؟ يبقى هنا عندي هنرسم هنا اهو دايرة وهنا دايرة وهنا دايرة، طبعا ديت واحد ودي اتنين ودي تلاتة. طيب مع كل بديل من دول بيطلع لي طلب كبير او طلب صغير، يبقى ده خط اهو، دي للطه واحد اللي بيمثل 60%، وعندي طلب اتنين لو طلب صغير ده بيمثل كام؟
40%. طيب لو احنا رجعنا للمثال بتاعنا هنلاقي ان الحجم الكبير 100,000، يبقى انا هكتب هنا اهو 100,000، والحجم الصغير هنا -10,000. بالنسبة للطلب المتوسط برضو نفس الكلام، هعمل 2 وهنا 70,000 جنيه من المثال من الجدول، هنا 70,000 وهنا 15,000. طبعا هنا طه 1 اللي هو 60%، وهنا طه 2 اللي هو 40%. نفس الكلام في 3، طلع 2 من الجدول برضو، هنا 60,000 وهنا 40,000. طبعا هنا طه 1 60% اللي هو طلب الكبير، وهنا طلب صغير طه 2 40%. تمام. طيب بس يبقى انا كده تمام، بس انا عايز اعرف هنا 1 ده هيكلفني كام او هيكسبني كام. هقول هاجي هنا تحت واقول 1 بيساوي هنا 1 اللي هو البديل الاولاني هيساوي ايه؟ هيساوي 100,000 في 60% زائد الماينس العشرة في 40%. 100,000 في 60 يعني ب60,000، وديت ماينس في زائد بماينس، 10,000 في 40% هيبقى ماينس 4,000. 60,000 ناقص 4,000 هيديني كام؟ هيديني 56,000. هاجي هنا على طول على البديل رقم 1 واكتب 56,000. تمام. طيب لو احنا عايزين نجيب البديل الثاني نفس القصة، هيبقى عند 70,000 في 60% زائد 15,000 في 40%. سبعين ألف في 60% هيدينا 42,000 زائد 15,000 في 40% هيديني 6,000، يبقى 42,000 و6,000 كام؟ 48,000. هكتب هنا اهو 48,000. طيب البديل الثالث هقول 6,000، 60,000 في 60% زائد 40,000 في 40%. 60,000 في 60% هيديني 36,000 زائد 40,000 في 40% هيديني 16,000 زائد 36 هيديني 52,000 واكتب على طول هنا اهو عند رقم 3 52,000. تمام. يبقى كده خلصت المثال بتاعي وعملت ايه؟
شجرة القرنات، دي بنسميها شجرة القرارات. تمام، اللي هي دي، جربوها تاني وبعد الفيديو لو في اي حاجة مش واضحة. ننتقل دلوقتي للجزئية التانية، حالات اتخاذ القرار. ايه هي حالات اتخاذ القرار؟ عندي حالتين، اما حالة المخاطرة او حالة عدم التأكد. يعني بتخذ القرار وانا عارف ان فيه خطر، وانا بتخذ القرار في حالة عدم التأكد من الظروف المحيطة. اول حاجة decision under risk، decision under risk اللي هو حالة المخاطرة، هي الحالة التي يعرف فيها متخذ القرار احتمال وقوع كل حالة من حالات الطبيعة. عارف ان لما يجي ينفذ هذا القرار او هذا البديل هيبقى في خطر ما هيواجهه، وذلك بناء على تكرار حدوثه في الماضي. خلاص هو عارف ان الكلام ده حصل قبل كده في الماضي، فعارف، او خبرة سابقة لدى المدير، فعارف ان لما يتخذ هذا القرار هيبقى في خطر يواجه الشركة. طيب اذا نحن امام مشكلة اتخاذ قرار بتتميز بالاتي، زي ما قلنا وجود عدة بدائل وبالتالي سياسات، وجود أكتر من عائد لكل بديل، وجود عدة حالات طبيعة زي ما احنا قلنا، طلب كبير طلب صغير، ظروف عدم تأكد، مع معرفة الاحتمال المتوقع لحدوثها. يبقى أنا عندي كل حالة والاحتمال بتاعها قد إيه. وهنا في مثال لك، بافتراض أن مدير المؤسسة استطاع أن يقوم بدراسة ووجد أن احتمال أن يكون الطلب مرتفع 60% وأن الطلب منخفض 40%، فما هو البديل الأمثل؟ هنقول العائد المتوقع للبديل بيساوي العائد في الاحتمال زائد العائد في الاحتمال، ولكل حالة من حالات الطبيعة. فهنجيب هنا مثال، ده الشغل اللي أنا عملناه في شجرة القرارات واللي أنا كتبته لكم في هذا الشكل، اللي هو التلات حاجات اللي أنا كتبتها لكم تحت دي، هو نفس الكلام اللي هو يقوله دلوقتي. قال لك قاف واحد بيساوي 100,000 في 60% زائد ماينس 10 في 40% هيديني 56,000 ريال، والقاف 2 70,000 في 60% زائد 15,000 في 40% 48,000 ريال، والقاف 3 60% 60,000 في 60% زائد 40,000 في 40% هيديني 52,000 ريال. يبقى نختار البديل الذي يحقق اعلى عائد، وهو قاف واحد اللي هو 56,000 ريال، واستئجار نظام حاسب كبير. يعني احنا المفروض في المثال بتاعنا بنشوف بنقارن ما بين البديل الواحد اللي بيديني 56,000 ريال و 48,000 ريال و 52,000 ريال. طبعا بختار اكبر واحد فيهم اللي هو ال 56,000 ريال. لا يوجد نموذج محدد لاتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد، بل هناك العديد من النماذج كالآتي. عندي ثلاث نماذج مختلفة، إما نموذج المتفائل اللي هو Optimist Decision Model Maximal، تمام، ده نموذج متفائل Optimist، أو نموذج المتشائم Pessimist Decision Model، أو نموذج الندم أو الأسف اللي هو Model Savage. يبقى عندي ثلاث نماذج لاتخاذ القرارات، إما النموذج المتفائل أو النموذج المتشائم أو النموذج الأسف أو الندم. في المثال بتاعنا اللي هو عندي البدائل قف واحد واثنين وثلاثة، وعندي حالات الطبيعة طلب مرتفع وطلب منخفض، وكل واحد فيه الأرقام بتاعته. لو أنا عايز أحسب النموذج المتفائل، متخذ القرار بيتوقع الحصول على أفضل النتائج فنتبع سياسة أقصى الأقصى، يبقى هو لما بيتوقع ان هتحصل نتائج كويسة بنتبع سياسة اسمها اقصى او الاقصى. فالقرار هو ال 100,000 ريال يستأجر نظام حاسب كبير الحجم على طول، نستخدم على طول ال 100,000. يبقى ده ايه؟ نموذج متفائل. طب النموذج المتشائم،
قال لك بيقوم على افتراض ان الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرار غير مناسبة، ولهذا يقوم متخذ القرار بتوقع أسوأ النتائج بهدف تجنب خسارة غير مرغوب فيها. هو بيتوقع وفقا للظروف نتائج سيئة، فبيتجنب حدوث خسائر، تمام؟ فبيعمل على اختيار البديل الذي يحقق أفضل الأسوأ، أفضل أسوأ النتائج في كل حالات الطبيعة. اللي انت كنت في المتشائم في المتفائل بتتبع سياسة ايه؟ أقصى الأقصى، أكبر الأكبر يعني، لكن هنا بتحقق سياسة أو بتتخذ سياسة أفضل أسوأ النتائج في كل حالات الطبيعة، فبالتالي بتتبع سياسة أقصى الأدنى، فبالتالي القرار هو أن يختار البديل الثالث وهو استئجار نظام حاسب صغير الحجم، لأن ده أكبر الآل اللي هو 40,000 ريال. ده النموذج المتشائم. طيب نيجي لتالت نموذج، وهو نموذج الندم أو معيار الأسف. ده يعرف سفاج الندم بأنه أحسن عائد يمكن أن ينتج عن أي بديل في أي ظرف من حالات الطبيعة، مطروحا منه العوائد الأخرى لحالة الطبيعة نفسها، تمام؟ يعني هو أحسن عائد أنا ممكن أحصل عليه من أي بديل في أي ظرف، واطرح منه العوائد الأخرى لحالة الطبيعة نفسها، والكلام ده هنفهمه في المثال. ولهذا يعرف النموذج بالحد الأدنى، أو يعرف النموذج بالحد الأدنى لتكلفة الفرصة البديلة، والتي تمثل المقدار المادي الذي تتم خسارته عند اختيار بديل لا يمثل البديل الأفضل. يعني أنا مثلا كان عندي 3 بدائل، اخترت البديل الثاني، ولكن البديل الثاني لم يكن هو البديل الأمثل، فبالتالي أنا هخسر. فهذا هو المعيار الندم أو الأسف. فعلا عندي البدائل أهو، ودي حالات الطبيعة. البديل الأفضل الذي يحقق أقل فرصة ضائعة أو أقل خسارة هو قاف 2 اللي هو 30,000 ريال، وهو استئجار نظام حاسب متوسط الحجم. طيب ده الجدول الأساسي بتاعنا، تمام؟ ده قاف 1 قاف 2 وقاف 3، ودي الطلب المرتفع ده الطلب المنخفض زي ما احنا عارفين. هنعمل جدول تاني، تمام؟ نفس الكلام ده بالظبط، ونكتب برضه قاف 1 وقاف 2 وقاف 3. ممكن ارسم لكم الجدول ده افضل عشان برضه تبقى العمليه واضحه. ده طلب المرتفع ده 1 وده 2، وهنا قاف 1 وهنا قاف 2 وهنا قاف 3، وهنا عندنا 100,000 وهنا 70,000 وهنا 60,000، هنا ماينس 10 وهنا 15,000 وهنا 40,000. هنعمل جدول تاني نسميه جدول العوائد، برضو هنا قاف 1 قاف 2 قاف 3، وهنا طه 1 طه 2، دي البدائل طبعا. طيب هو بيقول لك هو أحسن عائد يمكن أن ينتج عن أي بديل مطروح منه العوائد الأخرى لنفس الحالة. طيب أنت عندك في الجنب ده إيه أكبر عائد؟ هو 100,000. فهنقول 100,000 ناقص 100,000 بتاعته يبقى صفر، خلاص؟ طيب 100,000 ناقص 70,000 30,000. طيب 100,000 ناقص 60,000 40,000. نفس الكلام هنا في الحالة الثانية اللي هو الطلب الايه؟ المنخفض. أكبر عائد هنا كام؟ هو عندي ال 40,000. يبقى 40,000 ناقص 10 يبقى 50,000، و 40,000 ناقص 15,000 25,000، و 40,000 ناقص 40,000 يبقى 6. طيب ده جدول العوائد. ما هو أقل خسارة أو فرصة ضائعة؟ أقل رقم هنا عندك كام؟
عند اختيار بديل لا يمثل طبعا الحل الامثل، فيبقى 30,000. 30,000 ده يعني اقل خساره ممكن نخسرها لو انا ما اخترتش البديل الامثل. لو انا ما اخترتش البديل الامثل هيبقى 30,000 جنيه او 30,000 ريال. وبكده احنا وصلنا لاخر محاضرتنا النهارده ان شاء الله، وان شاء الله ما تقلوش من الماده ديت، هنشرحها زي ما احنا شايفين كده بالامثله، ولو في اي حاجه انتم مش فاهمينها برضو هنعيدها تاني. كان معكم دكتور محمد القفاص من باسط اكاديمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.